مع العلم أنه ما صنع خير قط إلا أن خرج بقلب تائب صدق في توبته فصدق الله معه. اقتصمت كل الملائكة، ملائكة رحمة ملائكة عذاب، استقل ملائكة الرحمة تقول خرج بقلب تائب، يكفي يكفي أنه خرج بقلب تائب، وملائكة العذاب تقول ما صنع خيرا قط، فاقتصموا فيه فأرسل الله بشر قال قيس المسافة بين هذه القرية وتلك، فكان من القرية التي خرج إليها أقرب بشبر واحد. جاء في حديث آخر أن الله أمر تلك القرية أن اقتربي من أجل من؟ من أجل هذا الذي خرج تائبا. هذا واحد، كيف لو تاب الناس؟ كيف لو تاب الناس ورجعوا إلى رب الناس جل جل في علاه؟ الغفران دليل الرحمة، وتكرر قوله غفور رحيم عشرات المرات في القرآن. كم تكرر غفور حليم مثل ذلك؟ كم تكرر عفو غفور مثل ذلك؟ دليل العزة المغفرة والتجاوز عن الذنوب دليل عزة، ما هو دليل ضعف يا إخوان. لذلك عيسى عليه السلام حين خاطبه الله في ذلك الموقف العظيم، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلت فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت أنا يعني عيسى شهيدا عليهم ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تقبل لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ما قال الغفور الرحيم؟ ما قال الغفور الرحيم؟ لأن الموقف موقف عزة، الموقف موقف تفضل وكرم. إن تعذبهم بأجلك ولن تكون ظالما لهم، لو عذب الله البشرية من أولها إلى آخرها لم يكن ظالما لها. إنكم لن تدخلوا الجنة بأعمالكم. قال ولا أنت ولا أنا، من هو اللي يقول ولا أنا؟ خير من صلى وقام، وخير من صام وخشي الله في السر وفي العلانية، يقول حتى أنا لن أدخلها بعملي. إيش عمله؟ كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه. لن تدخلوا الجنة بأعمالكم إلا أن يتغمدني الله وإياكم بفضل منه ورحمة. لذلك يوم القيامة الله يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فهم يفرحون، مش بأعمالهم، يفرحون بفضل الله ورحمته. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. للطائر فرحتان، فرحة عند فطره، والفرحة الثانية يوم أن يلقى يوم أن يلقى ربه جل جل في علاه. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. أمرنا الله بالاستغفار في كل حال، ثم أفيضوا من حيث وقار الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم. ثم قال متعذبا من وضع وحال الناس أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم. دعاء الأنبياء، ما دعا الأنبياء وأقوامهم إلا إلى الاستغفار. هذا محمد يؤمر بإعلان التوحيد والأمر بالاستغفار من الشرك. ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يستخفون ثيابهم ليستخفوا منه إلى آخر الآيات. لكن أمرنا بالتوحيد، وبعد التوحيد أن اعبدوا ربكم واستغفروه. من منا لم يخطئ قط؟ كلنا صاحب ذنب وصاحب خطا. قال هنوز ماذا تريد من هذه الحياة؟ ايش تبغى من هذه الحياة وانت تسعى تجدح من الصباح حتى المساء؟ هل تريد دار؟ هل تريد مال؟
ألا تريد عيال؟ ألا تريد زوجة؟ ألا تريد حاجات من حوائج الدنيا؟ تنالها بإذن الله إذا صدقت في الاستغفار. سبحان الله يرقبهم في العودة إلى الله. قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. لذلك جاء رجل إلى الحسن البصري قال انقطع الماء وانقطع المطر فماذا نصنع؟ قال أكثر من الاستغفار. وجاءه يسكن فقر رجلا فقال له أكثر من الاستغفار. وجاءه رجل يريد الذرية قال له أكثر من الاستغفار. فقال الجالس له عجبا لك يا أبا سعيد، جاءك هذا يطلب هذا قلت استغفار، وجاءك هذا يطلب كذا قلت استغفار، وجاءك ذا تطلب كذا قلت استغفار. قال هذا هو العلاج، هذا هو العلاج. أما قال الله قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا تنزل المطر عليكم بالاستغفار، يرسل السماء عليكم مدرارا وينبتكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. عجيب أمرنا. ربنا له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت السماء، كل نفسك الحاجة. ليه؟ لأننا ما صدقنا في التعامل، ما صدقنا في التعامل معه. لذلك حين أخبر أحد الصالحين بما حدث من ارتفاع في الأسعار قال والله كنت أخاف الفقر أو أخشاه، وسيدي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. أنت توكل على من؟ على الغني، على القوي، على العزيز. ما عندكم ينقذ وما عند الله باق. قالها صالح. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. إن الاستغفار من صفات الأنبياء والصالحين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. قالها آخرون إلا تغفر لي وترحمني. نوح قالها إلا اللهم إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم إلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا. داود فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. قال رب اغفر لي وهب لي. سليمان هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. ليس عيب أن نخطئ، لكن ايش العيب؟ التمادي في الخطأ، تكرار الخطأ، الذنب تلوى الذنب بلا توبة ولا ندم ولا استغفار. أنا الذي أغلق الأبواب مستودا على المعاصي وعين الله تنظرني. يا زلة كسدت في غفلة ذهبت، يا حسرة بقيت في القلب تحرقني. دعني أنوح على نفسي وأنبغها وأقطع الدهر بالتذكير والحسن. دع عنك لومي يا من كنت تعدلني، لو كنت تدري ما بي كنت تعدلني. دعني أسح دموعا لا انقطاع لها، فهلا عسى عبرة منها تخلصني بالتوبة بالندم والاستغفار. أحب الناس إلى الله الذين يطأطئون الرؤوس ويقولون أستغفر الله. أحب الناس إلى الله. قال الله لأحد أنبيائه بشر المذنبين أنهم إن تابوا قبلت منهم، وحذر الصالحين أني إذا أخذتهم بعبدي عذبتهم حتى لا يقتر الصالح بعمله ولا يقنط العاصي من رحمة الله جل في علاه. لكن لابد أن تعلم أن قبول الله للاستغفار يرتبط بالتوبة والعمل الصالح. حتى يقبل الاستغفار لابد من توبة وعمل صالح. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. في الحديث القدسي أذنب عبدي ذنبا فاستغفرني. علم عبدي أن له رب يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، غفرت لعبدي. في نفس العبد يا إخوان أخطأ
فاستغفر الله فقال الله عبدي أذنب ذنبا واستغفرني علم أن له رب يأخذ بالذنب ويغفر ويغفر الذنب ثم أعاد كرر أخطأ ثم استغفر فقال الله أذنب عبدي ثم استغفرني علم عبدي أن له رب يغفر الذنب ويأخذ بالذنب لو لم تخطئهم تذهب الله بكم اسم التواب لابد هناك ناس تذنب وتتوب حتى يتوب عليها اسم الغفار لابد في ناس تخطئ وتستغفر فيغفر فيغفر لها قال الفضيل استغفار بلا إقلاع وبلا توبة هذا توبة الكذابين استغفار بلا إقلاع وبلا ندم وتوبة هذا استغفار الكذابين لاحظا يقول بعد الصلاة ثلاثا استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثم انظر في حاله إذا خرج من مسجده شاشات وقنوات وسجائر ودخان ومقاهي وآهات وين توقف استغفر الله وأتوب إليه لذلك قال أحد الصالحين استغفارنا يحتاج إلى استغفار لذلك قال أحد الصالحين استغفارنا يحتاج إلى استغفار سئل سهل بن سعد عن الاستغفار الذي يكفر الذنوب قال أول الاستغفار الاستجابة ثم الإنابة ثم التوبة الاستغفار الذي يكفر الذنوب فقال أول الاستغفار الاستجابة يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول ثم الإنابة وأنيبوا إلى ربكم واستجيبوا له من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون ثم توبوا إذا الاستجابة ثم إنابة ثم توبة قالت الاستجابة عمل الجوارح لا ينظر لا يسمع لا يرى لا يذهب لا يأتي إلا في طاعتك ثم الإنابة عمل القلب يخضع ويستكين لله رب العالمين ثم التوبة قال الإقبال على الله بالقلب والجوارح الإقبال على الله بالقلب والجوارح إن الاستغفار هو الأمن والأمان الذي يدفع به العذاب قال الله ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون قال الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الأمان الأول وبقي الأمان الثاني وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم أنت أمانهم كل فأنت ذهبت بقي لهم الأمان الثاني ألا وهو الاستغفار وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون قال ابن الجوزي إن إبليس قال أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار وبلا إله إلا الله أهلكتهم بالذنوب لكنهم أهلكوني بالاستغفار وبلا إله إلا الله يقول فلما رأيت فيهم ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يتوبون لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا قل أنبئكم بالأخسرين أعمالا فالذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أعطيك مثال كثير من الناس يعيش في ضياع وهو يظن أنه على خير يعيش في ضياع وهو يظن أنه على خير قال لي أحدهم فلان مرؤوسة في العمل يقول فلان أخلاقه عالية لكن فيه عيب واحد قلت شو قال ما يخلينا على في المسجد قلت عيب والله ليست بمرجلة إنما المرجلة شهود الصلاة في الجماعة في بيوت الله سماهم من رجال الله قال أخلاق معاملة لكن فيه عيب ما يصلي معنا في المسجد سبحان الله بعدها بأيام التقيته أنا خارج من المسجد وهو خارج من الصالة الرياضية يا ربي عضلات كما قال الله عن المنافقين إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم يهتمون بالمظاهر أما الشرائط فخاوية لا يعلمها إلا الله المشكلة يا إخوان أنه يظن أنه على خير مصيبة اللي مضيعين يظنون أنهم على خير التقيته فقلت كيف حالك قال بخير أخبارك قال بخير قلت رئيس الشركة بخير ضحك ابتسم الزيادة الشرقية في يد هذا يرضي الخلق ولا يرضي الخالق نسأل الله العفو والعافية قلت يقول رئيسك على خير وأخلاق وكذا يضحك مبسوط قال لكن يقول فيك عيب واحد قال أفا وش حريص أن لا يراه رئيسه على خطأ وعيب قال قلت يقول
انك ما تصلي معنا في الجماعة. قال لي والله صحيح مقصرين. قلت ايش؟ قلت مقصرين. قلت لا يا عبد الله ما هم مقصرين، كلنا مقصر، كلنا مقصر. شفتني تكبيرة الاحرام في اليوم انا مقصر، لا ادرك ركعة الفجر ركعتين الفجر قبل الفجر انا مقصر، فاتني قراءة وردي في وقته قرأته حينا انا مقصر، كلنا مقصر. قلت انت مضيع، انت عيش في ضياع وانت لا تشعر. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون يحسبون انهم منشدون. لا يشهد لا جمعة ولا جماعة، يقول انا على خير انا مقصر. واحد يا اخوان رايح فيها بكل ما تعني الكلمة، يوم قصر ما قال انا احسن من فلان، انا احسن من فلان. بعد ان كان التنافس في درجات الجنان اصبح تنافس، انقلب الميزان، نسأل الله العفو والعافية. مضيع ويرى نفسه على خير. احد الجلوس من بيننا الان تاب واستقام وصلح حاله من شهر رمضان، هذا رمضان الذي قبله، لكن من الذي اذاه؟ اصحاب الماضي. يقول ياتونني يقدمون لي النصايح، يقدمون لي نصايح، واحد منهم يقول لي وش لك هالطريق؟ يقول قبلها انا لا اصلي ولا اصوم، بل هذا يمكن اول رمضان اصومه. يقول لي ما لك لهذا الطريق؟ انت على خير. قلت اي خير هذا؟ هم على ضلال ويريدون ان يظل صاحبهم معهم. وجدت الجامعة لو امكن ان كل النساء زنوا للغريق يجي التنقذ يستوي فيك يغربك معاه. هكذا حال كثير من الناس يبين بعضهم لبعض الضياع. انت على خير، ما عليك، ما عليك. ليش التشدد؟ ليش التعصب؟ ليش التطرف؟ الايمان في القلب لا يحتاج ان تفعل كذا ولا تفعل كذا. قلت مساكين، قلتوا مساكين يريدون شيئا والطريق في الاتجاه الاخر. اقول لابد ان نعرف من نحن وماذا نريد. طيب ايش احسن اوقات الاستغفار؟ الله اكبر، اسمع، انا وانت الله ابتلانا كلنا منذ خرج الى هذه الحياة فهو في ابتلاء. يا ابن ادم انت الذي ولدتك امك باكيا والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل لنفسك ان تكون اذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. هم بكوا لكن العبرة في النهايات. اعمل انت في فترة ابتلاء، هذه فترة الابتلاء ايش فيها؟ قال الله عن فترة الابتلاء زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. من هم العباد؟ قال الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. صفاتهم الصابرين والصادقين والقانتين والمنطقين والمستغفرين بالأسحار. فهل نحن منهم؟ الصابرين والصادقين والقانتين والمنطقين والمستغفرين في الأسحار، فهل نحن منهم حتى ننجو؟ تريد تنجو؟ اتصف بصفاتهم. تريد أن تنجو؟ اتصف بصفاتهم. قال الله عنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. يا الله على ماذا يستغفرون أصلا؟ أذنبون أبدا والله، صفوا الأقدام أمام الله يبكون ويتضرعون، ولما انتهوا خافوا ألا يقبل منهم. لذلك لما سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تبارك وتعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، قالت يا رسول الله أهم الذين يسرقون ويزنون
قال لا، بل الذين يصومون ويقومون، يعملون العمل ويخافون أن لا يتقبل، أن لا يتقبل منهم، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. إن ربكم ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، فيقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، وانظر في حال أهل الأرض في تلك الساعة، انظر في أهل في حال أهل الأرض في تلك الساعة، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. كلنا يحتاج إلى الاستغفار، حتى الأموات، كلنا يحتاج إلى الاستغفار حتى الأموات. تقول عائشة لما كانت ليلتي، تأمل وانظر في عظيم هذا الخبر، تقول لما كانت ليلتي انقلب فوضع رداءه فولدته نايم. يقول لما ظن أني رقدت أخذ رداءه رويدا وانتعل نعاله. تقول اختمرت وتبعته. عائشة معروفة حركات عائشة رضي الله عنها، تحبه حبا جما، كانت تغار عليه غيره لا يعلمها إلا الله، ما تلام، من هو بين يديها؟ سيد البشر، لا تلام في حبه لأنه سيد البشر. تقول اختمرت وتبعته. تقول جاء البقيع فقام فأطال القيام، جاء البقيع فقام فأطال القيام، ثم لما انتهى انحرف. تقول فانحرفت، أسرع فأسرعت، هرونا فهرولت. تقول فسبقته إلى غرفتي، ثم لما جاءها قال لها لتخبرني أو ليخبرنني اللطيف الخبير. بتقولين لي يا عاشة خبرك أم سيخبرني؟ سيخبرني اللطيف الخبير. فاعترفت، قال فأنت السواد إذن، أنت السواد. تقول فلهدني في صدري، عطاها على صدرها، فلهدني في صدري لهدة أنجعتني. قال لها أظننتي أن يحيف الله عليك ورسوله؟ تظنين أني سأخرج من عندك حتى أذهب إلى إحدى نسائي؟ أظننتي أن يحيف الله عليك ورسوله؟ اسمع ماذا قال لها. إن جبريل أتاني فناداني، إن جبريل أتاني فناداني ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك. حيا عن جبريل، لا يحب التخلع ولا السفور. قال أتاني جبريل فناداني ولم يكن ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك. يقول لها ظننت أنك رقدت فكرمت أن أوقظك. قال لي جبريل إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. قلت كيف أقول لهم؟ سأل جبريل كيف أقول لهم؟ قل السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. فالأموات أيضا يحتاجون إلى الاستغفار، الأموات أيضا يحتاجون إلى من يدعو لهم ويستغفر لهم. ثق تمام الثقة، إنك ما دعوت لهم إلا قلب الله لك من يدعو لك إذا وصفت التراب. ثق تمام الثقة، إنك ما دعوت لهم واجتهدت في الدعاء والاستغفار لهم إلا قلب الله لك من يدعو لك حين توسد التراب. وإن فارقك الأهل والأحباب، بشارات للمستغفرين والتائبين، بشارات للمستغفرين والتائبين، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. من الذي يبشرهم؟ الله. ففي الاستغفار نجاة، وفي الاستغفار تفريج للهموم وكشف للغموم. من منا لم يخطئ قط؟ جرب بارك الله فيك، املأ اليوم والليل والنهار بأستغفر الله العظيم، املأ وجرب وسترى الآثار، سترى الآثار. ماذا يقول أهل الجنان في الجنان؟ إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم،
إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. تذكر، فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. لكن أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المستغفرين في الأسحار، ومن المستغفرين في كل حال بالليل وبالنهار. اغفر ذنبنا واستر عيبنا وتجاوز عنا. اللهم اغفر لنا ما لا، اللهم اغفر لنا، اجعلنا خيرا مما يقولون وأحسن مما يظنون، واغفر لنا ما لا يعلمون. أصلح علانيتنا وأسرارنا يا حي يا قيوم، لا تؤاخذنا بالتقصير واعف عنا الكثير وتقبل منا اليسير، إنك يا مولانا نعم المولى ونعم النصير. آمنا في أوطاننا، أصلح أئمتنا ولاة أمورنا، اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. انصر العراق وأهل العراق، وانصر فلسطين والشيشان وكشمير، واجبرنا في شهدائنا خيرا يا رب العالمين. اجمع شملنا وحد صفنا، اثبت عدوك وعدونا، إنك على ذلك قدير. بالإجابة الجديدة صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.